والناس كانت عايشة يا صاحبي، الناس كانت عايشة. الدم جاري ما بيننا وبينهم، هما تدين علينا وحنا تدين عليهم. ها هي مرت عمي خوها راه وينا، والدار ديالهم ها هي وينا، ما كاملاش 200 متر باش تمشي عندهم. ها هي نهار اللي مات بقات تمشي للحداده وبقات ترتاح وتبكي. الله غالب ما صابش كيفاش دير تمشي، القوه ديالنا منعوا عليهم باش يهداوها تفوت. والخدمه المهنه ما كان والو، كنا خدامين في الحداده، خدموا المازوت ليسانس هما يجيبوا لنا وحنا نديو لهم. كنا نتمشوا معهم ويتمشوا معنا. النهار اللي تبلعت هذا الباب ما لقيناش البديل فاش نخدموا، رحنا مريحين هكذاك. الدعوه بخير وحنا مزيانين، هما يجيو عندنا وحنا نمشيو عندهم. كان اللي يموت يجيونا وكنمشيو ليهم، واليوم رحنا محرومين. هاد الخطرة بات نسيبنا فيما السيد نسيبنا، حنا كان اللي خطو يبكي وهلو بناتو هنايا وحنا كنشوفو فيهم. اليوم كنعيش واحد المأساة، أو ما كيموتو العائلة ديالنا، ما متو ما ماتي زوج ما تشوفناش، وحنا كنقولو حنا نهضرو بطلة فونتيير. ها هي بيناتنا 300 400، على كل حال العائلات كلهم محرومين.